معكم مشاهدينا لقاء بيتجدد والهدف. بالتأكيد قلق الامتحانات يعني من القلق المنتشر في كافة البيوت والأسر، ويمكن دلوقتي بدري قوي يعني من كيجي بدأنا نقلق. صحيح هم ما عندهمش امتحانات، بس يعني بيبقى في تقييم. رابعة ابتدائي بقيت مرحلة مهمة، لكن المراحل الفاصلة أو المحطات الفاصلة زي ثانوية عامة زي بكالوريوس بتكون الأسر يعني أو التخرج يعني بصورة عامة بتكون الأسر أكتر قلق وتوتر، هي وأبنائها. ويمكن القلق الأكبر دايما ثانوية عامة. عشان نعرف يعني مفردات قلق الامتحانات، هل هو أمر طبيعي ولا أمر مرضي؟ إزاي ما يتحولش لأمر مرضي؟ وإزاي ده ما يأثرش على مصير الطالب وعلى تحصيله طول السنة؟ وهل هي حاجة بتبدأ معاه من الصغر لازم نبقى حريصين على إنه ما يصابش بيها أو ما تكونش متمكنة منه من بدري، ما نستناش لما يوصل لمحطات مصيرية أو هامة في حياته؟ الأسئلة دي هنطرحها على ضيفنا اللي مشرفنا النهاردة، اللي بيسعدنا يكون معانا أستاذ دكتور سليمان عبد الواحد يوسف، أستاذ صعوبات التعلم، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لصعوبات التعلم، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات النفسية سابقا. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بسعادتك يا أستاذ، أهلا ويعني نعرف في البداية ما هو مفهوم قلق الامتحانات. وطبعا بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية يعني بنقول إنه يعني هذه الفترة اللي بيعيشها الطلاب قبل دخول الامتحان بتبقى فترة يعني مليئة بالضغوط. هذه الضغوط ليست فقط على المتعلم أو الطالب، ولكن بينتقل يعني القلق ده كمان للأسر نفسها، سواء كان الآباء أو الأمهات، ويمكن الأمهات أكتر كمان، باعتبار إن هما الأكثر يعني اختلاطا مع المتعلم داخل الأسرة، والأب طبعا بيبحث عن لقمة العيش، وعلشان يبحث عن لقمة العيش ويدبرها لابد أن يمكث أكبر عدد قدر ممكن من الساعات خارج المنزل للبحث عن لقمة العيش. ثم بعد ذلك الأم بتقوم بدور كبير جدا داخل الأسرة. فأنا شايف أنه يعني في مجتمعنا العربي بشكل عام يعني بنلاقي فترة الامتحانات هي فترة فيها نوع من التوتر، فيها نوع من القلق. يأتي القلق اللي احنا عايشينه دلوقتي، بنسمي احنا في عصر اصلا، لكن لما تيجي فترة بقى الوقت ده بيبقى وقت قلق الامتحانات. فقلق الامتحانات في ابسط تعريفاته هو عبارة عن يعني شكل من اشكال الاضطراب النفسي. هذا الشكل بيظهر في شكل خوف وتوتر. هذا الخوف والتوتر يعني بيجعل الفرد يعني ينجر الى ما يسمى بالتعب الجسدي كمان. صحيح. يعني تبص تلاقي ان في امراض احنا بنسميها الامراض السيكوسوماتيه، اللي هي الامراض النفس جسميه او النفس جسديه، يعني انها من خلال الناحيه النفسيه تقوم جايه مأثره على الجسد. علشان كده لما هنيجي نتكلم عن الاعراض والحاجات دي هتلاقي في حاجات كتيره مرتبطه ببعضها البعض في عمليه القلق الايه؟ قلق الاختبار او قلق الامتحانات زي ما بيتسمى. ايه هي اسباب القلق؟ اسباب قلق الامتحانات او قلق الاختبار او اللي بنسميه التست انكزايتي، يعني هو ليه انا من وجهه نظري يعني سببين رئيسيين، يعني او مجموعه اسباب، اتنين مجموعتين، اسباب داخليه بتتعلق بالمتعلم نفسه، واسباب خارجيه من خارج المتعلم. يعني الاسباب الداخليه منها مثلا اللي هو ضعف دافعيه الانجاز عند المتعلم، هو اصلا ما عنده دفعية الانجاز إيه؟ عنده ضعيفة. أوه. يعني متكاسل، يعني عنده ان هو مش عايز يبقى حاجة كويسة قوي، يعني هو ماشي مع الركب وبس، فدفعية الانجاز عنده مش كبيرة، واخد بال حضرتك؟ الحاجة التانية مستوى الطموح عنده منخفض ايضا، لان دايما تلاقي اللي بيبقى عنده مستوى طموح عالي خلاص بيبدا يشوف وراه ايه، بيحضر نفسه، الكلام ده كله هيبقى قلق الامتحانات بالنسبه له موجود، بس قلق بسيط. كذلك كره الماده،
يعني ده كله متعلق بالمتعلم نفسه. نفسه انا بكره الماده خلاص، ويا حبذا كمان بقى لو مشترك معاها كله استاذ الماده، يعني بقى يبقى خلصت. ده بيبقى عامل مهم قوي. طبعا بتبقى مشكله كبيره. عشان كده يعني في لما نيجي نتكلم عن دور المؤسسات التربويه، المعلم او استاذ الجامعه له دور في ان هو يخفف من حده قلق الاختبار او الامتحان او يزوده. الحاجه الثانيه الخوف من الفشل، ده بيعتبر برضو سبب من الاسباب اللي بتخلي الفرد قلقان. انا داخل على امتحان قلقان، لكن هو في هذه الجزئيه بقى حته الخوف من الفشل هنا بيخلي القلق ذو حدين. يعني قليل من قلق الامتحان مطلوب، لكن كثير منه غير مطلوب. فالقليل يعني او الفرد اللي بيعاني من قلق الاختبار او الامتحان بشكل قليل، الندرة دي او القلة بتاعت القلق ده اللي موجودة او المستوى المنخفض من القلق ده هيؤدي بالفرد للاستذكار الجيد، ولانه خلاص داخل على امتحان وراه مسؤوليات، وراه شيء احنا بنسميه المسؤولية الأكاديمية. يعني زي ما بيبقى رب الأسرة عنده مسؤولية أسرية وكذا، الطالب تخيلي ان الطالب عنده مسؤولية ايضا احنا بنسميها مسؤولية أكاديمية، يعني مسؤول عن ان هو ينجح وان هو يتفوق، يعني برضو وراه مسؤولية. يعني واخد بال حضرتك؟ يعني برضو الله يكون في عونه. يعني طيب يا دكتور، يعني هو القلق ممكن يكون عند الإنسان بسيط في البداية والأسرة اللي تزوده يعني. طبعا طبعا الأسرة تزوده، لكن انا بس عايز اقول انه قضيه انه لما الشيء بيزيد عن حده بينقلب لضده، وبالتالي انا لما بيبقى قلق الاختبار قليل ده بيؤدي الى كتير من، لكن لازم الإنجاز. يبقى في نسبه من القلق لما بيكتر. طبعا، لانه لما بيكتر يعني بقى بيبقى ما فيش مشكله انه الانسان يبقى حضرتك اذا الفرد لم يقلق وهو داخل على اختبار يبقى هو غير سوي نفسيا. انا داخل على اختبار ده، حتى احنا البعض لما بيشوف انه ده ثقه في النفس، انا عملت اللي عليا وجاهز. حتى احنا لما بنيجي نترقى استاذ مساعد او داخل اخد استاذيه، ببقى داخل على لجنه علميه ترقيني، برضه بعاني من قلق الامتحان او قلق الاختبار، وانا داخل اخد اعلى درجه علميه في العالم. لا، دي ملهاش دعوه. وبالتالي الفرد اللي هو بقى عنده نوع من اللي هو يعني الامور عادي وده عادي وده عادي، لا ده هنا مفيش تحمل مسؤوليه، لان كل شيء لازم الفرد يعطيه او يضعه في مكانه وفي حجمه الطبيعي. المقابل القلق المفرط والانهيار. ما هو ده بقى اللي بيؤدي الى النقص والتردي. عشان كده لما بنقول لما القلق يبقى موجود بشيء بسيط هيؤدي الى الانجاز، لان انا بعد نفسي للاختبار. اما لما بيبقى مفرط، طيب انا هعمل ايه؟ هشعر ان انا مش قادر الم المواد، هشعر ان انا غير قادر على الانجاز، هشعر على بان انا مش هقدر او ان انا غير اهل للمسؤوليه دي او كذا او كذا. هذا الشعور لو تملكني هيخليني يحصل لي نوع من النقص او التردي، هرجع مش هقدر اشتغل، مش هقدر انجز، وبالتالي هيحصل لي مشكله كبيره في عمليه التعليميه. طيب يا دكتور، حاجه مهمه خاصه بالطلبه والطالبات في الفتره اللي قبل الامتحانات على طول، شعور باني نسيت كل اللي انا ذاكرته، مش فاكر حاجه من اللي انا قريتها. ما هو ده بيعتبر عرض. بس انا بس عايز ارجع معلش تاني واقول انه لما اتكلمنا على الاسباب الداخليه للطالب، في اسباب خارجيه بقى مهمه قوي. من اهمها ضغط الوالدين. ما هو ده خارج الطالب اهو، ضغط الوالدين. لازم تبقى دكتور، لازم تبقى مهندس، لازم مش عارف ايه، ابن خالتك جاب ايه، بنت خالتك. المقارنه الدائمه، المقارنه ظالمه. ويمكن يبقى ابن خالته ده له ظروف غير ظروفي، له قدرات غير قدراتي، ليه امكانات غير امكاناتي، والده امكاناته غير امكانات والدي، ظروف حاجات كتيره جدا. انا المقارنه لازم تبقى مقارنه متكافئه عشان اقدر اقارن، انما تبقى مقارنه ظالمه وجه ده مش ينفع. فالضغط ده بيخلي المتعلم يعاني من قلق الامتحان. الحاجه الثانيه زي ما بنقول المعلم او استاذ الجامعه ممكن هنا يكون هو سبب في حدوث قلق الامتحان من خلال المعامله واسلوب المعامله. لما يجي معلم مثلا داخل وما حدش هينجح، او استاذ جامعه داخل يقول انا اكبر واحد فيكم هيجيب مقبول، ايه ده؟ يبقى انا صدرت للاستاذ الماده، واذا كره استاذ الماده بالتمعن هيكره الماده، يبقى خلاص، يبقى بالنسبه له هذه الماده وقعت من حساباته. اذا الاستاذ لازم يبقى داعم، لازم يبقى سبورت للطالب بتاعه، سواء كان معلم او استاذ جامعه، لازم يبقى يهتم بالطالب بتاعه ويعتبر اب تاني له. واخد بال حضرتك؟
ومش عايز اقول هو صديق لان احيانا احنا بنفسرها تفسير خاطئ يعني، لكن لابد ان يكون هناك حدود فاصله بين الاستاذ وبين الطالب. كذلك صعوبه المنهج، لما المنهج يبقى صعب او المقرر الجامعي يبقى صعب جدا لازم يبقى الطالب هنا هيعاني من قلق الامتحان، يبقى خايف ان هو يعني ما حصلش فيه الماده. شيء مهم جدا بقى واخير في الحاجات اللي خارج المتعلم، الورقه الامتحانيه اللي هو الامتحان وشكل الامتحان، هل هو مطابق لمواصفات الاختبار الجيد او الامتحان الجيد؟ يعني صادق يقدر يقيس اللي وضع القياس فعلا، ولا وثابت يعني لو طبقته على اكتر من على الطالب كذا مره يجيب لي نفس النتائج تقريبا؟ هل هو موضوعي يعني لامم المنهج كله، ولا حتتين نتشهم كده من المنهج من الاول ومن الاخر وخلاص يبقى اللي خمن ونجح وعدى الطالب المتوسط ولا بالظبط، وفي نفس الوقت متفوق ولا وفي نفس الوقت مميز زي ما حضرتك بتقول، يقدر يميز لي بين المتفوق وبين المتوسط وبين الضعيف؟ كل هذه الامور مهمه جدا. فاذا كان الاختبار يعني او الورقه الامتحانيه ليست فيها المواصفات ديت، الفرد هيقلق. ليه؟ لانه ممكن المتعلم اللي مذاكر كويس ممكن يقول لك ما في غيري، ممكن يخمن، ممكن كذا، ممكن يبقى في نوع من عدم المساواه، ده يؤدي بالفرد للقلق. طب لو اتكلمنا عن الاعراض الخاصه بالقلق الامتحانات، هاخد اول عرض اللي حضرتك قلتي عليه من شويه وهو بقى اعراض معرفيه. انا مش فاكر او انا مش فاكره عنده نسيان، والنسيان هنا بيبقى باكتر من حاجه. يعني في نظريات كتير للنسيان، منها نسيان بتداخل المعلومات، قعد يذاكر كتير لما المعلومات كلها دخلت في بعض فيبقى بعد كده هو مش فاكر، عشان كده بقى في امور او نفس النظام عنده ضعف في الذاكره، ان هو خلاص مش قادر يستذكر او يعني يتذكر الحاجات اللي هو دماغه تشبعت خلاص كده. عشان كده في بعض الحاجات تلاقي بقى يقول لك طب انا هجيب المعلومه ازاي، فيبدا يشفر يعني يدي تشفير، يدي كود للحاجه. عشان كده تلاقي ساعات طالب يقول لك ايه طب بس قول لي اول حرف، ايه اول حرف، طب اول كلمه، وتجيب لي كل الحاجات تاني او اول حرف. يعني ليه؟ لان هو مظبطها بكلمه اللي هو كود او الشفره، واخد بال حضرتك؟ اللي احنا بنقول عليها دي كود بتاع الاسترجاع، واخد بال حضرتك؟ لان المخ البشري يعني هو متظبط على كده. طيب الحاجه الثانيه بيبقى في اعراض بقى احنا بنسميها اعراض سلوكيه زي القلق الامتحان. عندي مثلا تلاقي متعلم كده يائس، عنده يأس كده، تلاقي ان هو مثلا عنده مفهومه لذاته العلميه يعني مفهوم سلبي، انا مش هقدر اصلا ان انا الم الماده دي كلها او ان انا انجز في المقرر ده كله، تقديره لذاته علميا تقدير منخفض، حاسس انه مش هيقدر، واخد بال حضرتك؟ بيشعر بالنقص بينه وبين زملائه احيانا، دي برضو من ضمن الحاجات المهم. كذلك الغضب، بيبقى غضبان، بيبقى بيشعر بنوع من الكآبه، كل الحاجات دي بتعتبر اعراض سلوكيه. ناتي بقى للاعراض المهمه وهي الاعراض الجسميه او الجسديه اللي بتظهر من جراء قلق الامتحان. تلاقي اول حاجه يتسبب عرق، يعرق، عمال يعرق، سرعه في ضربات القلب، واخد بال حضرتك؟ بيبقى عنده جفاف في الفم والحلق والكلام ده كله، بيبقى في ناس بيجي لها اغماء، في ناس بيجي لها غثيان، مغص، اسهال، قيء، كل الحاجات دي بتحصل نتيجه لانه قلقان خايف من الامتحان. عشان كده بنسمي هذه الاعراض بقى بالذات اعراض سيكوسوماتيه او اعراض نفس جسميه. وعلى فكره كتير من الاعراض دي ما بتجيش غير للمتفوقين والموهوبين اللي هو داخل على الاختبار لا، لانه هو بيبقى حاسس بقيمه اللي هو بيعمله فقلقان، واخد بال حضرتك؟ ودايما قلق الموهوب او قلق المتفوق بيختلف عن قلق الناس الثانيه اللي هم المتوسطين او المنخفض التحصيل. يعني النقطه دي مهمه هنناقشها باستفاضه بعد الفاصل. مشاهدينا فاصل نرجع مع حضراتكم. We'll be right back.
المطلوب نعم. فيها بالزبط. ما بيشتتوش نعم. عشان كده تلاقي عشان كده ثانوية عامة برضو بنلاقي بيحصلوا بالزبط. درجات بس هو عنده نسبة القلق الطبيعية اللي لازم تكون موجودة في أي شخص طبيعي بالظبط كده وفي نفس الوقت بالظبط كده احنا دايما بنقول قليل من القلق مطلوب لكن كثير منه غير مرغوب واخده بال حضرتك وبالتالي بتبقى الامور هنا مهمه خاصه في الشهادات العامه بقى اللي هي بتبقى مصيريه مراحل الفاصله بالظبط كده بالظبط الثانويه العامه يعني وارهاصاتها يعني انا شايف ان مرحله الامتحان الحقيقه يعني في البيئه العربيه وخاصه في البيئه المصريه بصراحه بتبقى هي يعني مرحلة يعني إرهاب وترهيب أنا نفسي والله يعني وأنا عايش كده زي ربنا اداني الصحة وشفت إن نفسي أشوف يعني وأنا عايش كده إن تبقى مرحلة الامتحانات فترة الامتحانات تبقى فترة نزهة فكرية بس طبعا كده أنا بحلم لكن هي ممكن في يوم من الأيام تحصل مع التطورات التكنولوجية احنا بقالنا سنين يا دكتور بنحاول نخفف من حدة ووطأة تأثير امتحان واحد وهو الثانوية العامة إنه مش هو لأن احنا حطينا إن هو ده المستقبل إن هو ده اللي بيحدد المستقبل العالم دلوقتي راح في حتة تانية زي ما بيقولوا كليات القمة أستاذة نهى مفيش حاجة اسمها كليات قمة وكليات قاع ده تصنيف احنا صنفناه العالم كله تكاملي دلوقتي في العلوم في برامج جديده تكامليه العلوم علوم جديده بالظبط والنهارده اللي كان بيقول فلان ده دخل حاسبات دخل مش عارف ايه روح شوف النهارده العالم كله دلوقتي هو الحاسبات النهارده الاي اي الذكاء الاصطناعي هو اللي سيد العالم النهارده وعلى فكره بقى في سيل من الطلاب دلوقتي بتتجه الى التكنولوجيا عشان برضو تبقى حضرتك عارفه ولكن بنقول انه قليل من القلق مطلوب ولكن في نفس الوقت من المهم ان الافراد تقدر انها تتوافق مع مثل هذه الاعراض اللي احنا قلناها استاذه نواه بحيث انها ما تاثرش عليهم بالسلب ده اللي احنا عايزين نعرفه انما لازم تبقى موجوده لازم تبقى موجوده ازاي نتخلص من القلق قبل في البدايه قبل دخول الامتحانات ازاي نستعد للامتحان هو انا امتحانات المصيريه طيب في هذا الاطار بقى انا يعني اسمحي لي يعني تسمح لي يعني القصد البرنامج والساده المشاهدين اسمحوا لي ان انا اقدم روشتة او هسميها بعض الارشادات هسميها ارشادات سليمان للتخلص من قلق الامتحان اول حاجه في بعض الارشادات قبل ما انا اروح الامتحان وارشادات اثناء وانا في لجنه الامتحان وارشادات وانا بعد ما خلصت الامتحان قبل الامتحان لابد ان انا اعمل اعداد جيد للاختبار يعني اعد نفسي اعداد جيد بايه الاعداد الجيد اولا ان انا انظم وقتي واستخدم عاده الاستذكار اللي مناسبه ليا لان هناك ما يسمى في علم النفس عادات الاستذكار او اساليب التعلم والاستذكار البعض بيذاكر بس قرايه البعض لازم يكتب يدون عشان المعلومه بالزبط تثبت تدوين المعلومات واحد بيحب البعض بيختصر خالص بالظبط كده واحد بيحب يذاكر ودي فروق فرديه وفي موسيقى جنبه ما ينفعش كلنا نبقى زي بعض ما انا بقول لحضرتك واحد بيحب يذاكر في موسيقى جنبه واحد بيحب يذاكر في اغاني جنبه واحد بيحب يذاكر مش عايز صوت جنبه خالص وبالتالي هي عادات استذكار كل واحد يعني لابد ان هو يشوف العاده اللي بيفضلها ويبدا ان هو يعني يعني يتبعها او يستعملها الحاجه الثانيه لازم انه ينظم وقته اعرف ان انا اعمل جدول لنفسي هذاكر ده امتى وده امتى وده امتى طيب لو ماده وقفت قدامي خلاص اسيبها واشوف ماده ثانيه لاني هدني متوقف عند ماده معينه ده مش يعني هيخليني حاسس ان انا غير قادر على يعني ان انا اكمل الماده او طب ما انا هدني كده في الماده ديت ومش هقدر اشوف مواد تانية لا ابدا ممكن اشوف مواد تانية يمكن بعد كده تبقى سهله معايا فتبقى بالنسبه لي داعم ان انا ارجع للماده دي تانية احس ان انا انجزت شيء فهبدا ممكن ارجع تاني انجز الحاجه اللي بعد كده ان انا اقاوم ما يسمى بالاجهاد لان الطالب بيشعر بما يسمى بالاجهاد المعرفي والاجهاد الانفعالي من كتر ايه من كتر المذاكره من احيانا قله النوم والكلام ده كله وده الخطا بقى اللي بيقعوا فيه حته ان انا ايه يقول لك انا مطبق انا بصراحه عمري ما سمعت اطبق دي غير في مصر يعني انا درست في اكتر من جامعه عربيه وكذا يعني بصراحه اول مره يعني بس الشعب الوحيد هنا يقول لك بطبق طب تطبق ليه ما ده جهازك العصبي يعني وضعه ايه واجي ساعه الامتحان تخيلي ان الطالب اللي هو بيطبق ده احيانا او كتير منهم على فكره كتير منهم بيحصل معاهم ده انه يبقى يقظ وعنده يقظة عقلية بالفعل طولة الفترة لغاية لما دخل اللجنة اول ما مسك القلم جميع الاعراض بقى بتاعت النوم واعراض تشتت الانتباه تظهر وليه لانه خلاص المخ له فترة بعد كده هيفصل
واخده بال حضرتك؟ فعشان كده بدون لازم قبل الامتحان برضه هما بيرجعوا بقى للمنبهات، نشرب ما هو ده الخطا برضه، ما ده الخطا، ده الخطا. لا انا في عندي منبهات اللي هي الطبيعيه بتاعه جسدي الاصليه، ان انا اخد قسط من النوم اللي هو المهم جدا علشان خاطر واحد يقول لك لا ده انا عندي امتحان بكره ده انا لازم ما نامش. لا ما تنام قبل كده براحتك، وبعدين يعني ما تنامش قبل كده براحتك ونام ليله الامتحان. اشمعنى دايما ليله الامتحان هي اللي ما فيهاش نوم ونايم طول السنه؟ يعني هو واخده بال حضرتك؟ لا احنا عايزين يقظه طول السنه وتيجي تاخد بقى قسط من الراحه، لان ده النوم اللي هم الطلبه بتفكر انه ينام ليله الامتحان ان هو بقى طالب غير متحمل المسؤوليه، ان هو يعني ما عندوش يعني بقى اللي هو الروح وكذا. لا في ورقتين لسه ما قراهم. واخده بال حضرتك؟ فلازم لا قسط من الراحه، قسط من الاسترخاء، قسط من النوم اللي هو المفيد. ده كله هيخلي الفرد يعمل للفرد ريفريش كده، ويخلي حتى يعني الدورة الذاكرية هنا مش الدموية بقى، الذاكرة الخاصة بالذاكرة والكلام ده كله تشتغل بالظبط كده. كل الحاجات دي كلها يعني مهمة جدا. لكن من ضمن الحاجات بقى اللي داخل لما داخل للامتحان بقى، طب قبل الامتحان برضو، هل الوقت القصير مثلا اسبوع قبل الامتحان هل ده بيبقى متطلب تحصيل جديد؟ يعني ان انا ابدا افتح لنفسي موضوعات، في البعض بيبدا طب احل امتحانات، طب احل مسائل جديده ما وردتش عليا قبل كده، خاصه في المواد العلميه فيزياء بقى ممكن يعني ولا ان انا اكتفي باللي انا حصلته؟ لا هو هتتكلمي على الطالب المصري ولا الطالب العربي؟ لا في فرق بين الاثنين على الحقيقه. يعني الطالب هتكلم على الطالب المصري. الطالب المصري ممكن يبقى ما حصلش اي حاجه خالص ويجي ليله الامتحان تلاقيه حصل. ده مهم جدا، قدرات والله، قدرات رهيبه وخاصه في الكليات الادبيه في الحقيقه. طب السؤال، لما انت عملت ده في هذا الوقت القصير ماذا عنك اذا فعلته خلال الفترات الطويله؟ هتطلع القمر بقى ولا ايه؟ يعني اذا انت عندك قدرات وامكانات ليه ما توزعهاش؟ ليه تضغطها؟ طبعا ده معروف عندنا كمجتمع عربي ومجتمع مصري ان احنا دايما بنحب نشتغل تحت ضغط، تحت ضغط. اصحى الساعه 8 الا ربع وانا الساعه 8 تلاقيني في الشغل. طب ازاي يعني؟ ازاي يقول لك بسرعه وكل حاجه بسرعه واجري بسرعه واعمل، يعني تؤتي ثمار. صحيح لحضرتك. وبالتالي ممكن ان الفرد يبدا يضع نفسه في مواقف اختباريه. انا مع حضرتك قبل الامتحان عشان ما اجيش اول مره الاقي ده. وده برده مش دوره هو بس كطالب، ده دور المعلم في المدرسه ودور استاذ الجامعه في الجامعه، ان هو يضع طلابه في مواقف اختبارية عشان المتعلم لما يبقى قاعد في الاختبار يبقى اختبار عادي ما فيهاش مشكلة. زي اللاعب الكرة بيبقى فيه تمرين وفيه تمرينات وتدريبات، اما بيجي في الماتش خلاص ده يعني خلاص ودية. حاجات زي كده. اثناء الامتحان، اثناء الامتحان اول حاجة طبعا يعتمد على الله سبحانه وتعالى في كل وقت، يعني قبل الامتحان وبعد الامتحان واثناء الامتحان يبدا باسم الله، ويبدا ان هو بيبدا بالسؤال. اولا يقرا الاسئلة كلها، وبعدين يبدأ يشوف السؤال اللي هو يقدر يجاوب عليه بشكل جيد يبدأ به الأول، حتى لو كان هو السؤال الثالث مش مشكلة يكتب إجابة السؤال الثالث ويحل، لأن مش لازم أن أنا أبدأ بالأول وكذا وكذا طالما كاتب عنوان السؤال خلاص. طب ليه أبدأ بالسؤال اللي أقدر أحله؟ عشان يبقى سبورت لي أو داعم، أحس أن أنا أنجزت شيء في الاختبار فيديني دعم ان انا اشوف السؤال الثاني. مش ابدا بالسؤال الاولاني كده ويبقى بالنسبه لي هو الصدمه، هو الصخره اللي بتدوب عليها كل الامال والطموحات وضيع الوقت في اني بحاول احله فيأثر على اللي انا عارفه. الحاجه الثانيه بقى اللي هو توزيع الوقت على كل الاسئله. حتى لو السؤال انا عارف سؤال ممكن اكتب فيه خمس ورقات، والخمس ورقات دول هياخدوا معايا ساعه، والامتحان كله 3 ساعات، والامتحان 5 اسئله. لا انا ممكن اقتصر في هذه الاجابه لان هو في الاول وفي الاخر سؤال. يعني انا عايز اقول للطلبه يعني ان ده في الاول في توزيع الوقت بالظبط، في الاول وفي الاخر هو سؤال عليه درجه معينه. لو انت قعدت فيه ساعتين تكتب فيه هي برضو الدرجه بتاعته ما فيش اكتر منها. واخد بال حضرتك؟ فلازم ان انا اوزع وقتي على كل الاسئله وابدا ليه، لان ممكن اخد وقت كبير جدا في سؤال وحليته بيرفكت ما فيش مشكله، لكن ابص الاقي معايا 4 اسئله وباقي ساعة. طب انا هعمل ايه في ال4 اسئلة؟ مهما جريت بقى ومهما كتبت هلاقي عندي نوع من القصور في الاجابة والتشتت ولا اخره. وبالتالي اللي هو التنظيم او التوزيع الوقت على الاسئلة. كذلك لا التفت لما يحدث حولي داخل اللجنة،
باي شكل من الاشكال واعمل حوالين نفسي سياج كده فولاذي ليه عشان ما اتاثرش سريعا بعد الامتحان. بعد الامتحان الشيء اللي انا عايز اقوله الوحيد بس طبعا هو يحمد ربنا سبحانه وتعالى ما يراجعش الامتحان ويبدا يشوف الماده الجديده عشان ما لو راجع وحصل فيه ضربات هياثر على الماده اللي حقها. بالتاكيد ربنا يوفق كل الطلبه والطالبات ويعني المستقبل قدامهم باذن الله، واللي ما نقدرش نحققه النهارده هنحققه بكره بكورسات بتنميه مهارات بالشغل على نفسنا. الثانويه العامه مش هي النهايه ولا البكالوريوس او الليسانس هو النهايه. بشكر حضرتك جدا شرفتني استاذ الدكتور سليمان عبد الواحد يوسف استاذ صعوبات التعلم. شكرا لحضرتك. مشاهدينا بكده انتهى وقت حلقتنا، بنشكر حضراتكم على حسن المتابعه، نلقاكم على خير الاسبوع القادم باذن الله والهدف.